لمجد الكريتلي لاعب متألق لجمعية رياضية بجربة. احنا اليوم مردي نهار ثلاث اول حصة تدريبية بعد الماتش زرزيس. لو تحكي لنا لمجد على ماتش زرزيس. والله ماتش تعدى باهي، بريستاسيون باهي بالنسبة للولاد، ولاد كل صغار تعرف عدينا بريستاسيون تاعنا باهي، وماتش تعدى باهي برشا. الولاد قاموا بالواجب بتاعهم، قاموا بالتعليمات اللي عطاها لنا سي وديع وسي قيس الدريدي، وما تعرف الريزلتا مشات معانا، ضيعنا برشا فرص وكذا، وجرفيس سرقت منا الانتصار. قولها صحيح سرقت منا الانتصار، كنا خير منها على الميدان، اما ربحتنا هي بالريزلتا، وان شاء الله حتى اوفر نحن ان شاء الله يطلع حتى وكان كان عاصفتهم الكره. بشهادة كل الحاضرين، الجمعية قدمت مردود متميز، كادت باش تعدوا النتيجة في آخر لحظات المقابلة. صحيح في الدقيقة 93 حاجة كيما هكا، ولا جاتنا فرصة راس راس، أو مسافر اسمه سليمان في المزا صغير، ما عندوش برشا خبرة وناقص كومبيتيسيون، عنده ثلاثة شهور راجل في الدار، يجي ديريكت يقول له يشكور، بالطبيعة باش يضيع لي ريبير تاعو في التيران، جاتو فرصة ضاعت الله غالب يسال الشهر. اما كانت مكة راهي كانت تكون في اثنين وتكون نتيجة ايجابية بالنسبة لي. شنو هو المستقبل الجمعية ان شاء الله؟ والله مستقبل الفيديوهات هذا هو مستقبل كما نقولوها واعد ومشرق، فهمتني؟ اما ان شاء الله يحافظ عليهم، وان شاء الله يعطوهم الفرصة ويلقاو شكون يساندهم العام الجاي واللي بعده واللي بعده، على خاطر راك تعرف وتحضر فيهم اللحظة هذه، جات اللحظة هذه لقيناهم وكل عليهم وعطيهم الصحة. يعطيك الصحة لمجد، نتمنى لك كل خير وبون كوراج بون كونتينياسيون. عايش صحيح.